حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج إيتاج. أنا كرار حباب فاصل القصر وبعدها منصة الفيسبوك، خليكم ويانا لا أحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في منصة الفيسبوك وما لدينا في هذه المنصة من أخبار وأحداث وترندات قد تكون متداولة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما ما تجدونها في برنامج إيتاج وكل الأحداث اللي تصير حاليا من يعني سياسية دينية رياضية ثقافية حول العالم، كل هذه الأمور تجدونها في إيتاج. وأكيد الخبر الأول في الفيسبوك عبر الصفحة الرسمية للعتبة الحسينية المقدسة مدينة سيد الأوصياء العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية، تواصل تقديم الخدمات لضيوف العراق من العوائل اللبنانية الوافدة، حيث تم تخصيص 6 مجمعات فندقية داخل المدينة بالإضافة إلى قاعات مجهزة بكافة الخدمات. الإدارة جهزت المدينة بمركز صحي متكامل ومضيف مكون من طابقين يقدم 3 وجبات طعام بنظام البوفيه المفتوح الأوبن بوفيه. هذه هي مدينة سيد الأوصياء في كربلاء. في الزيارات الكبيرة تكون هذه المدينة مخصصة للزائرين، زائري أبو عبد الله الحسين وأخيه أبو الفضل العباس في الزيارات في 40 في 10 من شهر محرم الحرام. أما الآن فقد فتحت أبوابها هذه المدينة لاستقبال العوائل اللبنانية، إيواءهم، طعامهم، علاجهم، كل هذه الأمور موجودة في مدينة سيد الأوصياء. هذا هو أفعال العراق. دعونا نرى ما هي أفعالكم. هذه أفعال العراق، ما هي أفعالكم يا من تدعون بالعروبة وغيرها من الأمور؟ هذه هي أفعال العراق، أفعال كربلاء، أفعال المرجعية الدينية العليا، أفعال العتبات المقدسة. دعونا نرى ما هي أفعالكم. أيضا متواصلين بهذا الموضوع وخلينا نشوف ولادة أول طفل لبناني في العراق. احنا نشكر العتبة العباسية على مدهم قدموا لنا احتياجات، كل احتياجات نريدها. يعني ما حسيت حالي غريب هنا، حسيت حالي ببلدي. أهلا بك في أرض العراق، في أرض الحضارة، في أرض الرافدين، في أرض الأئمة الأطهار والأنبياء. أهلا بك في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبغداد والبصرة والعمارة وكل محافظات العراق. أهلا وسهلا بك من أرض الكرم والشجاعة والطيبة وكل هذه الأفعال. أهلا بك في العراق، ولادة أول طفل لبناني لعائلة لبنانية في العراق. لا أعتقد قانون العراق، يعني ما عندي معلومات كافية عليه إن كان راح يحصل على الجنسية العراقية أو لا، وأتمنى ذلك أن يحصل على الجنسية العراقية لأنه انولد في هذه الأرض، ويا رب يكون من الذرية الصالحة لأهله وعائلته، وإن شاء الله نتمنى له أيضا يعود لبلده ويعود لناسه. ولكن ولادته بالعراق واحتضانه من قبل هذا البلد الشامخ الحر الأبي، هذه أكبر رسالة ممكن يشهدها العالم، أكبر رسالة ممكن تشهدها الدول العربية ككل. هذا هو العراق، أكرر، هذا هو العراق. دعونا نرى ماذا تفعلون لأجل العوائل اللبنانية والفلسطينية. من
العوائل والولادات والإيواء إلى الأمن الوطني ومواصلته في إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين، حيث الأمن الوطني يعلن إحباط عمليات تزوير كبيرة في ميسان في ضربة أمنية نوعية. نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة ميسان في كشف واحدة من أخطر عمليات التزوير، حيث أطاحت بمتهم محترف في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية، وأسفرت العملية عن ضبط كمية هائلة من الوثائق المزورة، بلغت أكثر من 80 وثيقة تتنوع بين لوحات مركبات مزورة، وثائق سنوية للمركبات، وكالات رسمية، نماذج هويات أحوال مدنية، بطاقات سكن، لاصقات هوية. يعني مريدي انت وين انت؟ يعني شوفوا يعني أمامكم هاي الشغلات اللي عنده، كانت بعد دارة حكومة، كانت وزارة، الوزارة مو مثلك، الوزارة مو مثلك، يعني انت ما شاء الله انت خاتمها، خاتمها، يعني خاف تروح دارة حكومية تأخرك كم يوم؟ لا، انت بنفس شنو مش عده؟ بطاقة السكن، هوية أحوال مدنية، وكالات، وثائق للمركبات، لوحات، يعني أرقام مال السيارات، يعني هاي بعد أنا أروح أسوي لي جريمة، أروح أشتري رقم منه، ما شاء الله عليه. همزين لزمول من الوطني. يا تصور مثل هذا وغيره، شو يسوون بالبلد؟ غريبة. غريبة والله. اي والله صدق، يعني هسه هذا لو باقي له شويه ويسوي له شو اسمه مطار، تذاكر طيران، سفر، جوازات. يعني الامن الوطني دائما ما يكون بالمرصاد لمثل هذه الافعال وهؤلاء المجرمين، دائما ما يكون الامن الوطني امامهم ويتم القاء القبض عليهم. خلينا نشوف شنو صار في بغداد، السحابة السوداء اللي حجبت الشمس عن الكثير من المناطق في بغداد. خلينا نشوف شارع الظلال شنو صار به. يقول حريق مخازن عطور شارع الظلال، ليش ما نلتزم بالتعليمات والتوجيهات اللي تجنبنا الخسائر المادية وأحيانا البشرية؟ الكل يعرف السندويتش بنل انمنع لأن سريع الاشتعال، والكل يعرف لازم كل مخزن يحتوي على طفايات، ليش ما نوفرهم ونتجنب الكوارث والخسائر؟ انت صارف كذا مبلغ على بضاعتك، احميها بمنظومات اطفاء، التزم بالتعليمات لسلامتك وسلامة عمالك وسلامة رزقك ورزق العالم اللي حواليك. شوفوا هاي السحابة السوداء، هاي كانت بدايتها. طبعا مناطق كثيرة من بغداد، مناطق يعني القناة وغرب وشرق وجنوب القناة، الجهة الثانية من شارع فلسطين، انحجبت عنها الشمس، صارت يعني خلاص ماكو شمس عليها من وراء الدخان اللي صار، حريق كبير جدا لوحظ بكل أرجاء العاصمة بغداد. لنشاهد هذا الحريق. على مرمى البصر هاي الصورة، يعني أكيد تدرون درون من بعيد، من مسافة بعيدة، شوفوا شنو اللي صار. هذا الحريق اللي استمر لغاية الآن، أكو دخان بعده يطلع، لغاية الآن أكو دخان بعده يطلع من هذا الشارع، شارع الظلال. طبعا الله يعوض كل الناس اللي احترقت مخازنها، واللي بصراحة يعني خسرة وخسائر فادحة بسبب هذا الموضوع. ونتمنى أيضا من الناس أصحاب المخازن وأصحاب الشركات، يا أخي يا بضاعتك، يا بضاعتك، يعني هسه لو الحريق بفعل فاعل نلتمس لكم العذر، بس أنت هي هاي بضاعتك،
انت ليش ما تحافظ عليها؟ المخزن، المخزن هذا ليش ما تسويه عازل؟ ليش ما تسويه ضد الحرق؟ ضد هذا شنو شنو اللي شنو اللي شنو هذا اللي تسوي سندويش بنا؟ هذا اللي يحترق بسرعه. يعني نتمنى انه تكون يعني بناءكم لمخازنكم وايواء غرافكم يعني تحترموها، زين اكو معايير للسلامه دائما ما تنشرها مديريه الدفاع المدني. وايضا موضوع ثاني، يعني ما اعرف بعد نحن ما نقدر نطفي هاي الحرائق الكبيره، معقوله بعدنا ما نقدر لها؟ يعني انا شاهدت شارع الظلال بكثير من السيارات، سيارات الاطفاء، بس بقت النار مستمره. التمس العذر انه حريق كبير جدا، بس لازم اكو حلول بديله. يعني معقوله ماكو مثلا طائرات تذب المياه غيرها من الامور؟ معقوله ما عندنا هاي شو اسمه الكرين ويصعد من فوق ويذب؟ يعني لازم اكو يعني شويه نتطور، نحرك نفسنا. بالنهايه الناس يعني راحت احترقت مخازنها من شارع الظلال الى الاعتداءات في كركوك. هنالك اعتداءات كبيره حصلت لدرجه تصورت للوهله الاولى انه فيلم سينمائي او مسلسل اكشن. خلينا نشوف. هو من اللي جاي اعتدي على منه؟ يعني اثنيناتهم مدنيين، يعني اثنيناتهم زلم كبار، اثنيناتهم زين، سيارة مدنية راكبها أحد الأشخاص يدهس أحدهم، واحد صاعد على بنيد السيارة، غير نفتهم شنو شنو؟ ولد شاب تعارك ويا رجال كبير وبوكسات، غير نفتهم شكو؟ منو علينا؟ منو مو علينا؟ منو وياهم؟ منو مو وياهم؟ غير نفتهم شو كلها؟ بعدين جو هذول الامن ما ادري شو يصحوا لهم، الامن الشغب ما ادري شو يصحوا لهم، هذول بعدين جوي فككوا، زين وين كانوا؟ وين بالبدايه؟ زين هذا بالسياره، سياره مدنيه، ليش صعد هذا فوق البنيد وراح شمره؟ يعني غير نفتهم، يعني نفتهم؟ ماكو فشي مبهم. زين المحاضرين المجانيين، انت اذا ما عندك يعني تعيينات او وظائف لهم، شكو شكو كل سنه تخرج وتخرج وتخرج. الي غير لازم كل دوله كل وزاره اكو خطه لها، اكو حل. يعني هسه احنا يوميا نشوف هذا المشهد، يوميا لو ما يحار تضربوهم، لو يتعاركون. وباغلب المحافظات، ليس فقط في كركوك، في اغلب المحافظات تلقي نفس الموضوع يتكرر، لو ضربوهم بمي، لو اعتدوا عليهم، لو طلع دمهم، لو فشخوا راسهم. وبعدين النهاية شنو؟ النهاية شنو؟ فعلوا لهم القطاع الخاص، المدارس الأهلية، غيرها من الأمور. اجبروا المدارس الأهلية على تعيينهم، اجبروهم. يعني مو هيك. نفس الموضوع في مكان ثاني، شو اسمه الطبية أيضا. خلينا نشوف الفيديو. نسوان مفترشة الأرض بالليل، شوفوا يا الشعب العراقي، شوفوا يا غيرة عراقية تقبلها على هذا الشيء. بنات ونسوان المجموعة الطبية دفعة 23 قاعدين بالشارع بالليل ننتظر رحمة رب العالمين ورحمة وزير الصحة يعطف علينا ويمشي الدفعة بأكملها. يعني أكيد وزير الصحة لا يرضى بمشاهدة هذه النساء والفتيات مفترشات الأرض،
ويعني ما يحرك ساكن، انا متاكد 100% لانه بالنهايه مني باو عليهم بنظره ابويه بنظره اخويه، حالهن حال بناته او خواته مستحيل يشوفون بهذا المنظر. بس ارجع واكرر، ارجع واكرر يا اخوان، ماكو هيجي بلد بي 7 مليون موظف بالعراق وكلها تريد تتوظف وكلها تريد تتعين وكلها تريد تاخذ فرصه يا اخي والله العظيم ماكو هيجي بلد. كل سنه يعني الخريجين مئات الالاف، وبعدين النهايه شنو؟ ماكو هيجي بلد، كلها تريد تتوظف، كلها تريد تتعين، كلها تتخرج وينتظر وظيفه. ويعني شلون عايل لك 30 مليون 40 مليون عراقي؟ ترى ماكو شيء، اكو شيء اسمه القطاع الخاص، اكو شيء اسمه تفتح مشروعك الخاص. يعني ست مو 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 اخذت شهاده لازم تتعين، شهادتك ممكن تروح تفتح بها مشروع، ممكن تروح تشتغل بها بشركه خاصه بمستشفى خاصه اهليه. يعني لازم هذا يعني لازم تسوون توعيه. بنفس الوقت انتم لازم كحكومه تفعل قانون الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص. يعني اغلب اللي يردون وظيفه يقول لك انا اريد يعني معاش باكر عقبه من ابطل، زين يريد ضمان، زين فعلوا لهم هذا الشيء، فعلوا لهم هذا الشيء حتى ما يجيكم ويريد تعيين بالحكومه. زين فعلوا هاي المعامل المصانع غيرها من الامور فعلوهن. بالنهايه هسه شنو هالمنظر؟ هالمنظر من يقبل بيه؟ من يقبل بيه؟ لا رجل لا امراه لا طفل لا مسن، لا من يرضى بهذا المنظر؟ نساء في وقت متأخر من الليل يعني وهن مفترشات الأرض في وقت متأخر من الليل. والله ما أعرف يعني يومية نفس الحكي نعيد ونفس الكلام. يعني أتمنى من وزير الصحة كذلك رئيس الوزراء يعني الالتفات إلى هذا الموضوع. ماكو إحنا اليوم العراقيين إحنا نقوي العوائل اللبنانية والفلسطينية، نقويهم عندنا وبناتنا مفترشات الارض والارصفه. اذا تقبلوها انتم يعني بعد ما اعرف يعني. خلينا نشوف التقنيه من اجل السلام شنو نشرت بصفحتها الرسميه. نشرت صفحه انا اعتقد بانها وهميه، اسمها وسن الشيخلي، اول شهيده ايرانيه بالقصف الصهيوني من اقليم الاهواز. تمام، هذا هو كان التغريدة اللي نشرتها وسن الشيخلي يوم 26 أكتوبر. قالت إنه أول شهيدة إيرانية بالقصف الصهيوني من أقليم الأهواز. حلو، طبعا لم يعلن عن وفاة امرأة إيرانية بالهجوم الإسرائيلي، والصورة قديمة تعود للفنان سنان العزاوي. أيوه هاي الصورة سنان العزاوي، فرج مو فرج اسمه بهذا المسلسل، فرج اللي مثل هذا المسلسل الأخير، فرج سنان العزاوي ابن الفنان الراحل محسن العزاوي. هذا هو صورته في يوم من الأيام، كان يقدم برنامج ب يعني كاميرا خفية، فكان يتخفى بشخصيات عديدة، من ضمن هاي الشخصيات تخفى بشخصية امرأة مسنة. قامت وسن الشيخلي بنشرها وكتبت أول شهيدة. الله لو ما قناة، لو ما قناة وجو عام وهذا القمر الصناعي والدنيا، والله كان سوى الشغلة ما تعجب أحد. والله العظيم مو عيب، مو عيب هاي الإشاعات هاي الأمور. يا أخي الحرب أكو شرف، أكو شرف، الخصومة بها شرف. أنت ليش ماكو ما عندك شرف؟ فاقد الشرف، فاقد الشجاعة، تفاقد حتى. خلينا ساكتين، خلينا نشوف، خلينا نروح من التقنية من أجل السلام إلى القراصنة الصينيين. مركز الإعلام الرقمي، قراصنة من الصين يهاجمون هواتف يستخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب وزميله في الترشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جي دي فانز. جي دي فانز بعد هو اسمه هيجي، قراصنة من الصين. يعني أتمنى أنه تكون اللي لقوا بهاي الهواتف أشياء يعني تم نشرها. خلينا نشوف دونالد ترامب شنو مسوي، شنو قايل، شنو ما قايل. مشاهدينا الكرام انتهت منصة الفيسبوك، فاصل قصير والانستغرام، خليكم ويانا لحد يروح بعيد.
حياكم الله مجددا المشاهدين الكرام في الانستغرام، وكذلك الحال نعيد ونزيد الاعتداء على موظفي الكهرباء. اكو يعني ثقافه يعني الموظف من يجي يريد يقرا المقياس، من يجي يريد يسوي لك يعني الكهرباء فد عطل معين، هو موظف، لا هو الحارقها ولا هو الفلوس راح تجي بجيبه ولا هو صاحب الشأن، هو مجرد ما موظف وباجره الشهري يجي يسوي لك هاي الحاجه ويروح. انت تتعارك وياه وتسوي لي الشارع حلبة مصارعة على شنو؟ على شنو؟ شوية نكبر على قولت هذا، نكبر الجي ونروق الدي، يعني شوية الجمجمة نكبرها، الدماغ هاي الأمور شوية نفرزن المواضيع. أنا شنو غايتي من أتعارك ويا موظف؟ وزير الكهرباء هو مكلف، هو مكلف الموضوع وجاي يجي يقدم لك خدمة، تتعاركون هيجي؟ بيا ملي، بيا دين، بيا ناس، بيا نشوف هيجي وضعيات، ما والله ما أعرف مشكلة. في الصهاينة في إسرائيل وأمام منزل النتنياهو، الشرطة الصهيونية تحاول تفريق المتظاهرين، خلينا نشوف الفيديو بعدين أسولف لكم ليش. حتى طريقتهم غريبه بالقاء القبض، يعني شنو شايلين من رجلي ويدي وتفترون بي شنو يعني، ما اعرف زين، ماكو كلبشه وهذا هيك تاخذوا لي شو اسمه هذا، ما ادري قواني مال طحينه مال الحصه تشيلون هيك اثنين وتمشون. هذه الشرطه الاسرائيليه تلقي القبض على متظاهرين من امام منزل النتنياهو في اسرائيل، ليش؟ لانه ذول المتظاهرين يطالبون بصفقه يعني الأسرة، صفقة تبادل الأسرة يطالبون بها ولكن هو يرفض. هم يقولوا له عمي احنا نريد ناسنا أبنائنا اللي موجودين عند حماس، هو يرفض. لذلك اكو ضغط داخلي على النتنياهو من قبل الشعب الصهيوني. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، ما عندنا غير شيء، نبقى بالصهاينة. وخلينا نشوف الوزير المالية مالتهم ليش يبكي على شنو. בימים האחרונים אנחנו רואים, קוראים ושומעים סיפורים קוראי לב על הנופלים, בתוכם הרבה מאוד חיילי מילואים מבוגרים. אבות לילדים רבים, דתיים וחילונים, בני קיבוצים ובני התיישבות.
מלוויה ללוויה, משיבה לשיבה. פוגשים את כל עם ישראל, אבל לא ניתן להתעלם מכך שהציונות הדתית משלמת מחיר בצורה לא פרופורציונלית לחלקה באוכלוסייה. أنا أريد أعلق على حقارة الإعلام العربي، حقارة الإعلام العربي اللي يقول لك الصهاينة وإسرائيل ما بها صاروخ، ما بها قتيل، ما بها ما أعرف شنو، ويكذب يكذب يكذب. أريد مني أشوف هذا الوزير الإسرائيلي من يبكي ويقول إحنا من جنازة إلى جنازة، والقتلى اللي موجودين بإسرائيل بصورة كبيرة جدا. أريد الإعلام العربي يعلق أو يشوف هذا الموضوع. زين، أريد يشوف هذا الموضوع. لك هو الوزير الصهيوني يعترف، يقول علينا أن نعترف بأننا نذهب من جنازة إلى جنازة ونفقد الكثير من الناس، وانت تطلع بالقنوات العربية تقول هي فين الصواريخ. يعني جو عام ما يقدر أقول لك، يعني يوقع علينا السقف قدامكم جاي يعترف ويقول لك من جنازة إلى جنازة. أيابا خلينا نشوف النشطاء اللي طبوا للكنيست الإسرائيلي شنو سووا. אני אריה דרעי, משקיף בקבינט המוות. אנחנו נתפלל ונתרפד. שמירה על הכיסא, מקביל, פדיון שבויים. אני אשמור על הכיסא שלי, ויותר חשוב מפדיון שבויים. אני שומר על הכיסא שלי, זה הכיסא שלי, ולא אכפת לי. نشطاء طبوا للكنيست الإسرائيلي، مخلين أقنعة الوزراء الصهيونيين، وجاي عارضهم، جاي عارضهم. من حق الجميع أنه يعارض، من حق الجميع أنه يعارض، يعني من حق الجميع أنه يعارض، لكن لا، تجي ضربة شناطات برجليه بأقدامه. زين زين، وين حرية التعبير وحرية الرأي وحقوق الإنسان وهاي المواضيع والأمور اللي نسمعها بس بال شو اسمه الشعارات والسوالف؟ وين هن؟ غير نفتهم. مثل ما شفتوا هنا أنا بالفيديو، دولة تم القاء القبض عليهم واسكاتهم. هو شو مسوي؟ هو طاب للكنيست ومخلي يعني قناع على هيئة، يعني على صورة وزير، بس فضت راحت، كل شيء ما مسوي. تم القاء القبض عليه. انت شنو تحكي وشنو تعارض الحكومة، حكومة نتنياهو؟ كذلك الحال في اليابان، أحدهم بصق بوجه شخص ياباني يقول أوقفوا الحرب على غزة، لكن خرجت منه كلمات بعدها. لنشاهد الفيديو. Inside is terrorist.
هذا اللي شفتوه قدامكم في اليابان. هذا الشخص بصق عليه، لذلك طلع كل ما في داخله، فقرر انه يقول له ويصارحه بكل الامور اللي تسويها الصهاينه. هنالك ناشطه او صانعه محتوى رومانيه قررت انه تسوي فد شغله بصراحه كرييتيف جدا. خلينا نشوفها. Hello, I just want the most monstrous and scary Halloween costume. No problem, I gotcha. So, oh, there. Zayo, what is this? Well, you don't get a bigger monster than that. Baby killers, genocidal monsters, and land thieves. You know, it's Halloween. I just want to scare the kids. Trust me, the kids realize that the monsters are not under the bed. It's Israel murdering them. Do you think Halloween is scary? You haven't seen Gaza. Not because you don't have the chance, you just don't want to see it. You think Halloween is something spooky. When hell is on earth. هذا اللي شاهدته فيديو بصراحة يعني كرييتيف من هذه الناشطة الرومانية اللي قررت انه تقدم محتوى ورسالة بطريقتها الخاصة. بطريقتها الخاصة قررت انه تقدم هذه، ويا لها من رسالة عظيمة قامت بتقديمها بصراحة. يعني قد لا تجد هكذا رسائل في الكثير من الفيديوهات، ولا حتى أفلام ومسلسلات تنتجها نتفليكس و HBO، والكثير منها تجدها في فيديو صغير لا يتعدى ال 30 ثانية أو ال 15 ثانية. خلينا نشوف التعليقات حول الموضوع. دي 96 تقول: مشاهيرنا العرب قلدوا الأجانب في كل شيء وفي كل ترندات، إلا هالرسالة تجاهلوها. اتفق وياك، مشاهيرنا العرب كل شيء يقلدون الاجانب، بس بالرسائل الايجابيه لا، انا ما يشوفون. ياسر يقول: مع كل الحق، ونقف جميعا مكتوفي الايدي ونحن نشاهد فقط. تقدر ما تكتف ايديك وتتفرج وتشاهد، تقدر تعمل كل شيء، تقدر تسوي تفعل هاشتاج وتغرد، تقدر تسوي فيديو، تقدر تسوي محتوى، تقدر تسوي كل شيء من خلال هاتفك النقال. زينب تقول: فقط لتجميع أكثر نقاط إعجاب لا غير، ننتظر تعاطف الكفار، بل ننتظر استفاقة العرب من سباتهم العميق. يعني ما أعتقد هذا الوجه يقدر، يعني بس يريد يجمع لايكات، وهذا على مود غزة تقدر تنشر بس صورتها تجيب 2000 3000 لايك، يعني طبيعية. دودي تقول: هالبنت والله من أول الحرب بتحكي وبتنزل مشاهير العرب، دوبهم يعملوا ترند الغزال والهندي وترند المي، ترند المي هذا اللي هيك ما أدري شلونه، ما عندهم غير شيء. هنشوف وزيرة الخارجية الألمانية، ليش ما حد استقبلها من نزلت بالمطار بالصين؟ ليش؟ شنو سببها؟ عطيان صدمت شو تدور، ما قاعد بس اعتقد هذا يعني صاير بيها مقلب او هيك شيء، لا مو مقلب، وانما فد شيء يعني
مقصود، لأن الإعلام ينتظرها والحماية تنتظرها بس ماكو أحد يستقبلها. أعتقد يعني أكو رسالة ما، يعني بصراحة انصدمت خطية. شو نزلت من الطيارة تريد لها واحد ماكو؟ شوفوا يعني أنت الألمانية، يعني شوف تعاطفك ويا 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 الصهاينة. شوف ليش أكيد علياء تقول كانت متصورة الموقف المحرج أنها راح تعثر، كنت متصورة الموقف المحرج أنها راح تعثر من الدرج. ما يجيب تفاعل مثل هذا، يعني هذا التفاعل أقوى، تفاعل نازله وما حد مستقبلها أقوى. دولة تدعم إسرائيل الصهيونية لازم يحصل معها هي ناس سبب. أكو منطقية هواي من طارق. سمير يقول لأنها داعمة لإسرائيل ولقتل الأطفال، العالم الحر القوي يشمئز منهم، ولأنهم أصحاب كلمتهم لا يهمهم ولا ينحرجون من إعطاء كل شخص ما يستحق. هذا هو تعليق سمير اللي شاهدتوه أمامكم. روح سمير. غير سمير، علي آخر تعليق يقول تستاهل تستاهل. من كل دولنا العربية تعلم الدبلوماسية، تعلم الدبلوماسية من العملاق الصيني. يقول كل دولنا العربية لازم تتعلم الدبلوماسية من العملاق الصيني. خلينا نشوف شنو عندنا بالفيديو اللي جاي. Abri o porta do carro, olha o que eu encontro. هذا هو حيوان الكوالا، الحيوان الكسلان، كلب يمه ينطيه. ذكرنا بواحد. مشاهدينا الكرام، انتهت منصة الانستغرام. فاصل قصير ومنصة الاكس، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا المشاهدين الكرام في منصة الاكس التي تتحدث عن اختيار الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله. خلينا نشوف منصة الإكس. نصر الدين عامر: نبارك للأخوة في حزب الله انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب، خلفا لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. إن مسيرة حزب الله الجهادية العظيمة لن تتوقف، وإن رايته الخفاقة لن تسقط، وإن انتصاره حتمي، وإن زوال كيان العدو الصهيوني حتميا أيضا. أحمد سرحان يقول: صاحب خبرة لعقود من الزمن، كان نائبا للسيد عباس الموسوي والسيد حسن نصر الله، نثق به وبقدراته، وهو الأولى باستلام الأمانة، هو حامل راية الثأر، خادم الإمام الرضا، الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. هذه تغريدة أحمد سرحان. آمال ياسين تقول: حامل الأمانة والأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، نعاهدك كما عاهدنا سماحة السيد. هذه تغريدة آمال ياسين. أيضا لدينا دكتورة سعاد القيسي تقول: الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، وعلى يديه سيكتب الله النصر الكبير إن شاء الله بكل تأكيد. علي يقول: سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، أعانك الله يا شيخنا على حمل الأمانة، وسدد الله خطاك وحماك من شر الأعداء، لك الأمر ولنا الولاء والطاع. هذه كانت كلمات علي بخصوص انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله. أيضا لدينا في
الأكس. أيها القائد العزيز، أنت لم تغادرنا، فحياتك موجودة بيننا. ألم يقل تعالى أحياء عند ربهم يرزقون؟ مواقفك دستور عملنا، وكلماتك نور طريقنا، وخطابك أوتاد مسيرتنا. لم تغادرنا، فالمجاهدون يواجهون بعزم عنفوانك، وشعبك صامد صمود العشق المتعلق بالسماء. لم تغادرنا، فقلوبنا تضج بحبك، وأملنا بالنصر لا حدود له، وأعداؤك يخافون طيفك، يرونك في كل مجاهد ومحب. أمرك نافذ، سنهزمهم ونقتلعهم من أرضك. هذه كانت كلمات الشيخ نعيم قاسم في الفيديو اللي تم نشره بشكل كبير جدا. أيضا نبيل يقول: سماحة الشيخ المجاهد نعيم قاسم أمين عام حزب الله، اللهم سدد خطاه وأيده بنصرك بحق دماء شهيدنا الأكبر والقادة الشهداء وتضحيات المقاومين وصبر شعب المقاومة. هذه هي كانت آخر كلمات في تغريدة نبيل. مشاهدين الكرام، انتهت منصة الإكس. فاصل قصير وقصة الحدث، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في قصة الحدث. والترند اللي صار هاليومين هو التسريب الصوتي لمدير عام هيئة الضرائب. خلينا نشوف. طيب حبيبي، هاي الأولى اليوم قصة، باكر راح يسلموا الشباب ضرائب الذمة والكتاب تقول الملخصات اللي يرتب هوية ضرائب الذمة تستنى تبدأ لا تبدأ. بس هذا المحامي ما تكفي لا يجي يراجع بعد الا نحتاجه، لان كلها عيونها مفتوحه وهو هم ميزه مستانه مسولف كل الدائره ويدرون ان شاء الله مصير. فتعرف واحد منهم يروح ينبش ورا بس يدور على اخباره ويشوفه خرسانه، راح تبين انه اكو تدخل بالموضوع وراح تفتح لنا باب فاحنا في غنى عنه. هذه الأمور طبيعية وأنا دا أكملها إلى كل هدوء، لأن أنا صراحة ما أقدر بس بهذا الشخص المخمن. إيه بس هو بس هو هذا المخمن، لأن هذا إيه المشكلة إنه هو عليه غلط، لأن الشعبة ما تبيها تواجهه، وأنا كل الأمور المهمة والخاصة أحولها عليه. إيه لا حبيب الحج، الموضوع مو عبالك بس نخفضه والسلام عليكم. لا أخوي، هذا موضوع كبير والإدارة لازم تنسحب وتترتب وتنشأ منها أوراق وتتغير الحسابات الختامية مال السنين السابقة، يعني شغل مو سهل، وتصير مذكرات تخمينية جديدة. هذا هو التسريب الصوتي اللي تم نشره يعني لرئيس الهيئة العامة للضرائب علي علاو، وهو يقوم بالتلاعب في أموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل أموال علي وعد علاو رئيس الهيئة العامة للضرائب. طبعا المؤسسات يعني رئيس الوزراء وجه بفتح يعني تحقيق، وأيضا المالية أيضا سحبت يده والصلاحيات من عنده، لذلك مثل هيجي أمور ما نحب من نشوفها دائما موجودة في الشخصيات اللي تستلم مناصب ومناصب كبيرة جدا في العراق. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إيتاك، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، نقول لكم في مال الله.